السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكمل على لي زيفي إلكترونيك، توجور في لي زيفي انديكتيف. شفنا في الفيديو السابق لي زيفي انديكتيف وشفنا هاد ليكزومبل، هذا ليكزومبل سي اش 3 سي ال. شفنا بلي لي زيفي إلكترونيك لي زيفي انديكتيف كيدير لي يعني كونسيرنون لي ديبلاسمون دي إلكترون دون لي ليزون، يعني هو كيدير لك لي ديبلاسمون ديال هاد لي إلكترون، يعني هاد لي دوز الكترون الكترون ديال الكلور وهاد الكترون ديال سي اش 3، وكيدير لا ديبلاسمون ديال هاد لي الكترون ديبلاسو فيغ الكلور ولا فيغ سي اش 3. وكيفاش كنعرفوا واش هاد لي دوز الكترون غينتقلوا للكلور ولا هنايا؟ انطلاقا من الكترون نيجاتيفيتي، ديال هاد لي دوز اتوم. وشفنا بلي الكلور بليز الكترون نيجاتيف كو هذا، الوغ هذا غادي تكون عنده لا شارج موان، هذا غادي تكون عنده لا شارج بليس. دونك لي زيليكترون غادي ديبلاصا للكلور، الكلور هو اللي كياخد هاد لي دوز الكترون، كتولي عندنا فاسيلمون ديال الانكسار ديال هاد الرابطة هادي. بعد ما كياخد هاد الكلور هذا لي زيليكترون يولي بحال هكا سي اش 3 كلور، هاد لي دوز الكترون كيجيو للكلور، كتكون عندنا كان الانكسار ديال هاد الرابطة هادي. بقي كتحول هكا لا شارج بليس كتحول لبليس، لا شارج بارسيل موان كتحول لموان. دونك سي اش 3 دونور بار ليفي انديكتيف نوتي بليس اي، دونك هاد سي اش 3 عندو لي زيفي انديكتيف بليس اي. شفنا بلي لي زيفي انديكتيف في دو كا، كاين موان اي وكاين بليس اي. وفي هذه الحاله هذه بما ان سي اش 3 يعني فقد لي زيليكترون ديالو، يعني عطى دونور، يعني بحال هذا سي اش 3 عطى الالكترون للكلور، الكلور كياخذ لي زيليكترون هذا دونور. دونك سي اش 3 دونور بار لي في انديكتيف بليس اي، دونك غادي يكون عنده بليس اي هو دونور، والكلور اتراكتور بار لي في انديكتيف موان اي. بما ان الكلور اتراكتور الوغ غادي يكون عنده موان اي. وشفنا لا ديتيفيتي دو لي في انديكتيف هنا في هاد الموليكيل هادي، فيها دو زيفي انديكتيف بليس اي وواحد لي زيفي انديكتيف موان اي. شفنا هنا سي اش 3 عندو بليس اي، توجور سي اش 3 كيكون عندو لي في انديكتيف بليس اي حيت هو دونور، وكيعطي كيعطي الالكترون ديالو، لي هالوجين كياخد لي زيليكترون اتراكتور de les électrons. Donc on doit avoir plus i. On doit avoir plus i. Quand on a plus 1, quand on a plus de s, يعني استقطاب ديال الالكترون ديال هذا واستقطاب ديال هذا، هاد لي هالوجين هذا غيكون عنده موان. Ou les effets indicatifs sont transmis au bout de 3 liaisons sigma, au-delà de la 3 liaisons, il est particulièrement pratiquement nul. Et yani, les effets indicatifs qui disent de 3 liaisons sigma, les effets indicatifs qui disent de 3 liaisons sigma. Par exemple, le carbone ou l'halogène. Ou bien l'halogène. بليز الكترون نيجاتيف كو هذا، يعني غادي تكون عندو لا شارج موان وهذا غادي تكون عندو لا شارج بليس. دونك هذا اللي غادي يكون اتراكتور، يعني اتراكتور دي الكترون، هذا غادي يكون دونور. دونك لو سونس ديال لي زيلك ديال البولاريتي غيكون هكا. وقلنا لي في انديكتيف كيكون ترانسمي في 3 ليزون، كنمثلها بثلاثة د الاسهم، هنا كاين غير وحده، كاين غير ليزون سيغما وحده، كنمثلها بثلاثة د الاسهم. هادي بولاريزاسيون امبورطون، هادي بولاريتي امبورطون في هاد الحالة هادي. هادي عندنا دو ليزون سيغما، هادي غتكون افيبليسمون دو لا بولاريتي، يعني قد ما كنزيدو لي ليزون سيغما قد ما كيكون الاستقطاب كينقص. هنا كتكون كيكون الاستقطاب امبورطون، كنمثلها بثلاثة د هادي، وهنا كنتلاها بجوج الاسهم،
يعني استقطاب كينقص فيبليسمون دو لا بولاريتي ما كيبعد لا بولاريتي كتنقص. هنا كاينه ثلاثه د ليزون سيغمون كما قلنا هنا كيدير الاستقطاب في 3 ليزون يعني هادو 3 ليزون الا زدتي ليزون وحده هنا راه كتكون نول. او دولا دو سو 3 ليزون لانفلونس دو الهالوجين سور لا بولاريزاسيون اي كوازي نول يعني شبه منعدم هنا يعني كيكون شبه منعدم بولاريتي كتكون بولاريزاسيون كيكون شبه منعدم. كنت له هنا في الاول اللي هي بليز امبورطون يعني استقطاب هنا كيكون بليز بولاريزاسيون امبورطون كنت له بزاف الاسهم هنا كينقص واحد شويه كيكون فيبليسمون دو لا بولاريزاسيون كنديرو بجوج الاسهم وهنا كنديرو سهم واحد اللي هو كوزينيل. وهاد ليكزومبل هذا كاين كلور اللي هو بليز الكترونيكاتيف هنا 5 د الكربون يعني بما ان هذا بليز الكترونيكاتيف كهذا غادي ندير ليه لا شارج عاوتاني موان غادي يكون عنده لا شارج بليس دونك الكلور غادي يكون عنده لانديكتيف موان اي حيت هو لا تراكتور عنده لا شارج موان. الو هنا غادي يكون لو سونس ديال لي زيليكترون اتراكتور ديال اتراكتور ديال الكترون هذا دونور هذا دونور ديال الكترون يعني لو سونس غادي يكون هكا زيليكترون بولاريتي ديرو ثلاثة الأسهم هنايا هنا كيكون لا بولاريزاسيون امبورطون هنا غادي نديرو غير جوج الأسهم يعني لا بولاريتي كتنقص كتنقص ومن بعد في لي زون 3 في لي زون سيغما 3 في هاد لي زون هادي كنديرو غير سهم واحد يعني هنا كيكون شبه منعدم بولاريزاسيون شبه منعدم استقطاب شبه منعدم وهنا راه غادي يكون نيل شاش خصنا يا سو ترونسمي او بو دو 3 ليزون يعني حدو 3 د ليزون سيغما. وهنا في هاد ليكزومبل هذا عندنا كلور عندنا 5 كربون وعندنا هنا ان دوبل ليزون شفنا في الفيديو السابق قلنا لي في انديكتيف كيكون غير في ليزون سيغما في لي دوبل ليزون لا لي دوبل ليزون هما كيكون فيه لو ميزومير. الو نفس الشيء عندنا هذا بليز الكترون نيجاتيف كو هذا يكون عندنا الشارج موان الو هذا غادي يكون عندنا الانديكتيف اي موان اي هنا غادي نديرو يعني لو سونس ديال لي الكترون كيمشيو لهاد الاتجاه هذا حيت هذا اتراكتور لي الكترون. هنا كنديرو 3 هاد الاسهم هاد الاسهم يعني بولاريتي بولاريزاسيون امبورطون هنا كنديرو غير جوج الاسهم يعني بولاريزاسيون فيبليسمون دو لا بولاريزاسيون وهاد هاد لو دوبليزون دوبليزون يعني بحال كتنقل نفس الدرجه اللي كاين هنا ديال الاستقطاب كتنقلها لهنا يعني جوج الاسهم يعني نفس الدرجه ديال الاستقطاب هنا كتكون هنا ديرو هنا جوج الاسهم بخي كنديرو سهم واحد هذا هو الدور ديال هاد ليزون هاد ليزون هادي كدير هادا كتنقل لك نفس الدرجة اللي كاين هنا هاد لي سقطها كتنقلها لهنا. دابا غادي نشوفو لي فورس ديال أسيد أورغانيك هادا سو سون دي أسيد كربوكسيليك عندنا هاد الغاديكال هدا وهاد الفونكسيون هدا اللي هو أسيد هدا السيد قلنا السيد سبب نشطد يعني هو حمض قادر على تحرير البروتون كتحرير البروتون تحرير هذا البروتون هذا و اش دوزون كيلعب دور ديال القاعده حمض قاعده هذا حمض وهذا قاعده اش دوزون او لو سولفون كيلعب دور ديال لو سولفون مذيب. وعلاش قلنا هنا تحرير البروتون حيت كما كنعرفوا الهيدروجين فيه النواة فيه النواة ديالو النواة فيها ان بروتون وان اليك وفي الذره فيها ان الكترون. الو بما ان هذا الهيدروجين هذا كيفقد
كيفقد داك الالكترون كيبقى ليه غير داك البروتون اللي كاين في النوايو، دونك هذاك اللي تسمى البروتون، يعني السداد قادر على تحرير البروتون. هنا كيكون دوز الكترون، الكترون ديال الهيدروجين والالكترون ديال الاكسجين. اللي شفنا في الالكترونيغاتيفيتي ديال الاكسجين كبيرة على ديال الهيدروجين، الوغ هاد لي الكترون غادي ينتقلوا لهنا، غادي ياخذهم الاكسجين، ياخذهم الاكسجين وغادي يوليو دوبل ليزون. هي كانت عندو غير دو دوبل ليزون، دابا ولات عندو تريبل ليزون. هاد لي الكترون اللي خداهم الاكسجين ولات عندو دابا تريبل ليزون، وبما انه اكتسب دي الكترون غادي يولي عندو موان. هذا غادي يكون عندنا فاسيلمون ديال الانكسار ديال هاد الرابطه هادي، غادي تحرر هاد البروتون هذا اش كما كنقولوا بروتون، يعني بروتون فقد داك ان الكترون اللي كان عنده، وعنده البروتون عنده ان بروتون وعنده ان الكترون، بما انه فقد ان الكترون يبقى عنده غير داك ان بروتون، غادي تسمى داك الشيء كيتسمى البروتون، تحرير البروتون عنده لا شارج بلس يتفقد الالكترون. هاد القاعده هادي غادي يدير لي زون مع هاد الهيدروجين، غادي يولي اش 3 او بلس، كيعطينا هاد لي رياكتيف هادو. عندنا الكونستانت د اسيديتي ثابته الحمضيه اللي كتساوي لي كونسونطراسيون ديال لي رياكتيف سيغ لي برودوي. كونسونطراسيون ديال هذا ار سي او او ولا الشارج موان ديالو الى هادي، و الكونسونطراسيون ديال اش 3 بلس سيغ هاد لي رياكتيف لي برودوي سيغ لي رياكتيف. هاد الرياكتيف هذا وهذا ما درناش حيت هذا مستعمل بوفرة، دونك الكونسونطراسيون ديالو ايغال ا 1 واش توصل لي هو المذيب سولفو. هذا لي كونستانت بي كا ا ايغال موان لوغ ديال كا ا، الا عندنا كا ا راه غادي نحسبو كنديرو موان لوغ ديال كا ا غادي نخرجو البي كا ا، او مثلا تعطات لينا البي كا في ليكزيرسيس، ليكزيرسيس راه كنخرجو كا ا، كا ا كتساوي ديسال بويسونس موان بي كا ا. شوف هاد ليكزومبل هذا اش سي ال، هذا اسيد تا هو اسيد كلوريدري اش سي ال تا هو، نشوفو عاوتاني نفس الشيء، نشوفو في الالكترونيكاتيفيتي، هذا عنده كلور بليز الكترونيكاتيف كو الهيدروجين، تكون عنده لا شارج موان، هذا غتكون عنده لا شارج بليز. الو هاد لي زوز الكترون اللي كاينين هنايا غادي تنتقلوا، غادي ياخذوهم الكلور، غادي يكون عندنا فاسيلمون ديال الانكسار ديال هاد الرابطه هادي، غادي تحرر هاد البروتون السيد قلنا هو حمض قادر على تحرير بروتون حسب البرونش تاع البرونش. الو هاد البروتون هذا اللي غادي يتحرر اش بلس، غادي يدير عاوتاني لي زون مع اش دوزو، غادي يعطينا اش 3 بلس سي ال موان. سي ال موان اكتسب دي زيليكترون، دونك غيكون عندو موان و هدا غيكون عندو بليس. لا منشوف لا كونسونت اسيديتي كتساوي برودوي لا كونسونتخاسيون ديال سي ال فوا لا كونسونتخاسيون ديال اش 3 بليس سيغ لا كونسونتخاسيون ديال هدا، و لاش دوزون قلنا كيساوي لا كونسونتخاسيون ديال ان، مستعبد بوافرة مكنديروش. ونفس الشيء بالنسبه لبي كا ا كتساوي عاوتاني مون لوغ كا ا، الا خرجنا كا ا غادي نخرجو بي كا ا كتساوي مون لوغ كا ا، والا عندنا مثلا في ليكزيرسيس كا ا راه كتساوي لي سالو بيسونس مون بي كا ا. علاش كنديرو هاد لي زيفي انديكتيف؟ باش نعرفو هاد لاسيد واش فور ولا فيبل. مثلا هنايا عندنا الراديكال ار، وعندنا هاد لاسيد فونكسيون اسيد، كنشوفو في هاد الراديكال هذا الا كان اتراكتور، الا كان مثلا في هاد لوكا هادي درنا ار اتراكتور، يعني استقطاب كياخد
كيخلط لي زيليكترون هادو على فهاد الاتجاه، الاستقطاب ديال هاد لي زيليكترون كيكون فهاد فهاد السونس هذا. الوغ هنايا كما شفنا هنا في بين في السيت هذا قلنا عاوتاني قادر على تحرير هذا البروتون هذا، هذا الالكترون الكترون ديال هذا الكترون ديال الاكسجين، الالكترونيكتيفيتي ديال الاكسجين كبر من الالكترونيكتيفيتي ديال الهيدروجين. الوغ هاد لي زيليكترون غادي يجيو لهنايا يولي بحال هكا، وغيكون عندنا الانكسار ديال هاد الرابطه هادي، غادي تحرر هاد الاش بلس، غادي يدير الرابطة مع هاد السولفون اللي كان في لاسوليسيون اش دوزو واللي هو القاعدة، غادي يعطينا اش تروا بليس، غادي يعطينا اش تروا بليس. هادي في لوكا ديال الا كان ار اتراكتور، يعني كنشوفو في ار الا كان اتراكتور راه لوسونس ديال لي زيليكترون كيكون في الاستقطاب كيكون في لوسونس. الو اتراكتور دي زيليكترون هذا عنده موان اي حيت اتراكتور كياخذ لي زيليكترون، مي الا كيعطي لا دونور راه لوسونس ديال لي زيليكترون غيكون في هذا الاتجاه هذا، غادي يكون عنده بليس اي، بما انه اتراكتور غادي يكون عنده موان اي. دونك الا عندنا هذا الاتراكتور كيكون عندنا ديبار فاسيل دو الهيدروجين، هذا لو بروتون هذا كيكون عندنا ديبار، يعني كانكسار ديال هذه الرابطه هذه كيكون فاسيل، يعني ساهل يتكسر هذه الرابطه هذه وغادي تحرر هذا البروتون هذا. دونك الا تحرر هذا البروتون غادي يدير لنا الرابط مع لو سولفون لي واش دوزو يعطينا اش ترو بلس. الوغ لو كونسونطراسيون ديال هذا غادي تزاد، تزاد لا كونسونطراسيون ديال اش ترو بلس، الا تزاد لا كونسونطراسيون ديال اش ترو بلس دونك لاسيديتي كتزاد، الا تزاد لاسيديتي دونك التبديلات الحمضية غادي تزاد تاهي، بي كا ا غادي تنقص، الا تزاد بي كا ا راه بي كا ا العكس ديالها. الو بما ان السيدي تزاد دونك غادي نعرفو هذا راه السيد فور، دونك هذا راه السيد فور، هذا هو الهدف ديال هاد الانديكتيف لي زيفي الكترونيك باش نعرفو هذا واش السيد فور ولا السيد فيب. الو الى شفنا في هاد ليكزومبل سي اف 3 بما ان سي اف 3 اتراكتور دونك غادي يكون عنده موان اي اتراكتور، الى شفنا في الطابلو ديال لي زيفي انديكتيف موان اي ديال لي زيفي انديكتيف بلس اي، غادي نلقاو بلي سي اف 3 راه في لي زيفي انديكتيف اللي هو اتراكتور موان اي، وبما انه اتراكتور دونك البولاريزاسيون غادي غادي يكون في السونس ديال لي زيليكترون، غادي يكون في هاد الاتجاه ديال سي اف 3 هو اتراكتور، سي اف 3 اتراكتور لي زيليكترون. الوغ يكون عندو ليفي انديكتيف موان اي، دونك ديبار ديال البروتون غادي يكون فاسيل، غادي لي زيليكترون كيجيو لهنايا كان ساهل باش تكسر هاد الرابطه هادي، وغادي يكون عندنا الديبار ديال البروتون اش بلس، غادي ندير ليزون مع اش دوزو اللي هو كاين في لاسوليسيون اللي هو لو سولفون، غادي يعطينا اش 3 او بلس. دونك اش تخلص سيديتي دونك لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس كتزاد، يكون عندنا لا سيديتي كتزاد، كا ا كتزاد، بي كا ا كتنقص. الو كنقولو هذا راه اسيد فور، هنا سيديتي كتزاد سيد فور.